مبادرة جميلة جدا بهذا اليوم الجميل الآثاري في منطقة من مناطق الديوانية الأثرية اللي هي قصر الملك غازي، حيث تتواجد العوائل فرحة بهذا اليوم. اجتمعنا مع شباب مثقفة من البيت الثقافي بالديوانية بسفرة جماعية ضمت مكونات المجتمع الديواني. تشرفنا بلقاء أحبابنا هنا من الشباب مجتمع المدني في هذه الرحلة الجميلة إلى قصر الملك غازي. الأجواء كانت حميمية والعراق واحد إن شاء الله، لا يمكن أن تفرق السياسة طبيعة الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب واحد رغم كل الظروف ورغم كل الصعاب اللي تمر به، الحمد لله يبقى التعايش السلمي بين مكوناته لحمة أساسية وقوية إن شاء الله. حبينا نسوي فكرة فعالية اللي هي تحت مسمى العراق يجمعنا، نأخذ من كل فئة مجموعة من الصابئة والمسيح والأزيديين والسنة والشيعة، نأخذ مجموعة ونطلع سفرة إلى الآثار، لأن الآثار هوية كل عراق. الآثار تجمعنا كنا، مو تخص فقط قومية أو ديارة، إنما تجمع العراقيين كلهم. حقيقة هذه الزيارات والالتقاء بهذه العوائل هي لكسر هذا الحاجز الوهمي اللي فضته بعض الثقافات، لأن الشعب العراقي يتكون من مكونات متعايشة منذ زمن بعيد، وهو أعتقد يبعث رسالة للاطمئنان لكل المكونات الموجودة والتي تعيش في هذه المدينة، بأن هناك تسامح وهناك ناس يحبون الآخرين ويسعون في محبتهم وينشرون رسالة التسامح. الحرامي نجي لك حتى لو رحت الميامي.